وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا فاهم الطابق. اليوم معانا شخصية كوميدية ما شاء الله طاير صاروخ، عم بخلق محتوى مضحك وكوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقالب عملها بأبوه أو بعملها بأبوه. جننوا للزلمة، ما خلى عليه ستر مغطى. إشي بيبيع أوعية على إنستغرام، إشي بيحكي معه لبناني، إشي بتخله وهو لابس بدلة خضرة بده يروح معه على عرس. أقسم بالله ما خلى عليه. اليوم إحنا رح نطلع من خرجه، وعلى فكرة صار من أبرز وألمع الشخصيات الكوميدية في الأردن، صار يعمل إعلانات. رحبوا معنا محمد نبيل. اهلا وسهلا ويا مرحبا، وشرفتنا ونورتنا. والله لا فيكي. التصوير امتى كان المفروض؟ يعني كان على الاربعاء وجيت على الاربعاء. الزعيم عادل امام. يعني شوف، الشهرة حلوة. ما شاء الله امبارح كنت بمول بالصوفية، صار في ثورة بالمول. الحمد لله. بفهمك. بنلسع الواحد اولها، بنهار. لا والله انا مش هيك. شو صار معك؟ بس عندك ظرف خاص. بتعرف ما بدنا نحكي فيه. لا والله بعرف، انا بس بحب انكش عليك. عادي، خذ راحتك ابو حميد. محمد نبيل. محمد نبيل اسمع، اعطوه كاميرته خليه يرحب بالناس هيك بطريقه. انت طلعت معنا على عمان تي في مع الشيف امتياز. اكيد. كنت متوتر. والله كنت. هلا شو يعني هسه اخف؟ لا هلا لازم تتوتر مع امتياز. عادي، انا حاسس. انت مش عارف شو اللي جاي. عادي مش مشكله. طيب احكي مع جمهورك هيك، رحب فيهم، قول لهم مرحبا، كيفكم، شو اخباركم، كذا. يلا قول، قول لهم حلقه ناريه وكذا. اعطيهم الحلقه ان شاء الله تعالى حتكون نار، والاسئله خفيفه. صح، خفيفه لطيفه، وبحبكم كثير، ويا رب الحلقه تكسر الدنيا. يا رب الحلقه تكسر الدنيا. انا بس في عندي شغله. انت بسبعة واحد احتفلت على انستغرام بمليون متابع. مزبوط. اليوم بعد شهر تقريبا صاروا 1,300,000، واليوم ان شاء الله الاربعة 1,400,000. هذا لحقنا الزلمه. قديش لك فاتح انستغرام؟ انت كنت على تيك توك على كل علمي. تيك توك وانستغرام بلشت مع بعض، مع وسناب شات كمان. يعني انت بتزيد 100,000 كل يومين. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، متعيني عليك بارد. والله يعني هذا الكلام والله ما صار قبل. هاي محبه. محبة. الحمد لله رب العالمين. والله محبة. الحمد لله. وقبول. الحمد لله. صح. أكيد. ناس بس يشوفوك قد هيك بتحس حالك مبسوط وسعيد و... والله كل حد بيشوفني بوقفني ويجوا علي هيك. يا الله. منهم فيهم بحسوني. منهم فيهم. يا سيدي احنا مبسوطين كتير بوجودنا معك اليوم، قصدي بوجودك معنا اليوم. وما تدخل بس مجال الإعلام، خلي كل واحد في مجاله. لا لا مش ستقدم برامج وما برامج. ما بنتعداك. الله عليك. شكرا. محمد نبيل، مبدأ البرنامج كتير سهل، بدنا نعرف قديش أنت، بما أنه أنت الناس لما يشوفوك بحسوك جزء من عائلاتهم، قديش أنت بتفهم الشعب الأردني؟ عنا 10 أسئلة عن الأردنيين. حلو. بدنا نشوف قديش أنت فاهم الطابق. كل سؤال له خيارين، بدك تجاوب أنت، وإحنا طبعاً عملنا إحصائية على عدد كبير من الناس عشان نشوف شو هي الإجابة الصحيحة. تعطيني الخيارين وبختار واحدة. الله صح. عليك ذكي لما بالجينات. طمع الطايف. آخر الحلقة يا بتكون فاهم الطابق يا بتكون شو؟ لطخة. مأجل الطابق. أيوة لطخة، ما حبيتش أحكيها، أنت اللي حكيتها. قبل ما نصور الحلقة عملنا استبيان للعشر أسئلة الخاصة بالحلقة مع عينة عشوائية من الشعب الأردني. هذا الاستبيان كان عبارة عن السؤال وجوابين لازم يختار بيناتهم. طبعاً كل إجابة كان إلها نسبة مختلفة حسب عدد الناس اللي اختاروها. علامة الضيف النهائية حيتم احتسابها حسب النسبة اللي حققها السؤال مع الناس، وبآخر الحلقة حيتم جمع هاي النسب وتقسيمها على 10 عشان نعرف النتيجة النهائية اللي حققها الضيف. نبدأ بأول سؤال يا شباب، يا محترمين. طيب مركز محمد نبيل؟ مركز. Alright. السؤال الأول يقول، أعطوني السؤال يا شباب. الأب الأردني، الأب الأردني لو خيروه في الدراسة الجامعية مين بيختار، ابنه ولا بنته؟ يعني سؤال عميق. لا هسه كثقافة. كثقافة الشعب العربي. مش بس الشعب الأردني، الابن. الابن. ليش؟ في ناس لسه يعني عندهم البنت فيش تدرس من الحكي هذا. انتوا عندكم، عندك اخوات؟ عندي 6 خوات، وال6 خوات درسين جامعات. ما شاء الله. والله ابوك اني بدي اوجه له تحية كبيرة والله العظيم. 6 دارسين جامعات والشباب مش دارسين. وال4 دارسين.
الأربعة دارسين ما شاء الله عليكم. شو دارس أنت قلت لي؟ أنا محاسبة. ما شاء الله عليك. محاسبة ومسرح. درست مسرح. والمسرح ساعدك كتير بموضوع السوشيال ميديا. بعدين بشوف في شخصيات عربية بتابعوك من برا. الحمد لله. يعني مثلا بحسدك أنا. كل يوم بدخل بحسدك وبقرأك عين. يعني ما شاء الله ما شاء الله. مثلا منى أبو حمزة. منى أبو حمزة عملت لك من وين بتعرفها لمنى أبو حمزة؟ والله بحكيت معها. حكيت معها؟ أكيد. طب أوكي، أنت عملت مرة دقيقة قبل ما نشوف النسب، بس والله تعطوني مجال بهالشغلة. أنت عملت مرة مقلب حكيت مع أبوك لبناني. لبناني. وجهي لها رسالة باللبناني لمنى أبو حمزة في حال كانت عم تحضرك، شو بتقولها؟ ليكي تقبري قلبي شو بحبك، طبعاً أبوي حب أخوي والله العظيم هم معقول. أنا قلت له أبو محمد. لا أترك تفلي على الأردن ونزهر أنا وياكي وبي ونادي الزعبي وخلص. وننبسط. هيدا هو. والله كثير بحبها وبحترمها. مين أكثر تنين عملوا لك فولو أنت انبسطت فيهم؟ نادي الزعبي ومنى أبو حمزة. والله ما قلت له يقول هيك، قلت لك. لا والله. إلي ساعة بهدد فيه. حبيبي محمد. بلدي أقلب في بروف. ختمت الصفحة كاملة. هون. جابوا عليك. هاتوا نشوف النسب الأردنيين شو جاوبوا. الأب الأردني لو خيروه في الدراسة الجامعية مين بختار؟ 34% بنته، 66% ابنه. أنا أنت جوابك صح، بس أنا مستاءة من هاي النسبة. والله شيء سيء الصراحة. صح؟ أكيد. يعني أنا أتمنى يا رب إنه نصير نآمن بإنه تعليم البنت لا يقل شأنا عن تعليم الابن إذا ما كان أهم منه في الزمن كمان. اللي احنا عايشين فيه. برافو عليك. طيب سافا، كله سافا لهلا؟ سافا. أمورك منيحة؟ 100%. ننتقل للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول، كيف يقيس الأردني وفاء أصدقائه؟ يعني كيف أنت بتقيس إذا صديقك هذا مخلص لإلك أو مش مخلص؟ أوكي؟ الخيار الأول، الصديق اللي بيمشي معك بكذبتك دون اتفاق مسبق. الخيار الثاني، الصديق اللي بدينك مصاري وبنسى إنه داينك. والله بالنسبة لي اللي بدينني وبنسى إنه دايني. والله لازم توقعت يكون هيك جوابك. اللي بيداينك. عمرك اتداينت من حدا مصاري بيني وبينك؟ قبل شهر خلصت الديون عليك. وذان من طين وذان من عجين. اللي اثنين اصحاب بياخد مني بياخد منه، بنحاسبش بعض. بتحاسبوا بعض؟ ما بنحاسب بعض. عمرك اتداينت على الدفتر على بالدكانة؟ يوه. سديت بعد الشهرة، سديت الدفتر. وابوي كان ابوك كان يتداين على نفس الدفتر، سديتهم هسا. الحمد لله. الحمد لله يا سيدي، الحمد لله. ان شاء الله الله يعطيك والله يرزقك. اللهم. طيب هاتوا نشوف النسبة. كيف يقيس الأردني وفاء أصدقائه؟ 77%. الله يا أبو حميد 77% اللي بدينه مصاري وبنسى، و 23% اللي بيمشي معه في كذبته. في شغلة بدي أحكيها، بعرفش إذا بتسمح لي أحكيها على الهواء. ما بتسمح لي بنقصها. لا خذي راحتك والله. على سيرة المصاري، أنت درست مسرح وبعدين تم ترشيحك مع مسرح، قلت لي أشرف زكي. قدمت لمسرح في مصر. في مصر. وأخذت المركز الأول. وما رحت. لا. ليش؟ مصاري. كنت مش قادر إنك تدفع مصاري حتى تروح على. مزبوط؟ مزبوط. طيب هلأ لو برجع فيك الزمن تقدر تروح؟ هروح طبعا. دي غيرك فكرة إنه صرت يعني منتج أكثر، صارت جيبتك دفياني أكثر، غير إشي فيك؟ زادت ثقتك بالحياة؟ الصراحة السوشيال ميديا بتخلي الواحد معه مصاري وتغير حياته. صح؟ أكيد. صرت تعبو كاز؟ دائما امبارح عبيت. والله امبارح يما فيديو الكاز. اسمعوا، مرة جاب لأبوه بنص ليرة خبز، ما خلى عليه ستر، قال يابا والله نصحان وكتافك عرضانة. بعدين بس يعبي الكاز مثلا 16 باخده مني 20. 20؟ ما اعطيه فراطه، اعطيني ماسك. الله يكون بعونه. طيب السؤال الثالث مع محمد نبيل بيقول، يا محمد نبيل، اكثر هديه متداوله بين الشعب الاردني اذا بده يزور عرسان، بدك تروح انت تبارك لكابل متجوزين، حلو، اكثر هديه متداوله بين الاردنيين، طقم كاسات مذهب ام صفط حلو؟ لا صفط حلو. صفط حلو. ام طقم كاسات مذهب؟ صفط حلو عشان يحطوا لنا منه وناكل. عشان عشان يضيفوكم منه. طيب انت اكثر نقوط نقطته لحدا قديش كان؟ اختي نقطها مبلغ كويس. بالعاده قديش نقوط بتنقط مبلغ؟ يعني كمان صغير كان ابو يعطيني انقط خمسه. قديش يعطيني؟ خمسه انقط.
بعرس. بعرس كنت بس صغير. كنت بس صغير. بس كان يعني ورجيني كيف الناس لازم تنقب. برافو. برافو. هلا كبرت. بس كبرت رفعتها 7. طيب هذا نشوف، هذا نشوف قديش النسبة. يلا طقم كاسات مذهب أم صفط حلو؟ بقول لك انت قلت صفط. انا قلت صفط حلو. مش فاهم الطابق يا هاي للطلاب التوجيهي طقم الكاسات صراحة. هاي للطلاب التوجيهي صح. هاي مش للأسف. صح هون خانتنا المناسبة. هون خانتنا المناسبة مزبوط. يعني طقم كاسات مذهب 55% وصفط حلو 45%. يلا هسه بتسلك معك بالسؤال اللي بعده. هسه بتسلك معك الأمور. وصلنا الآن إلى السؤال الرابع. هل أنت حاضر يا محمد نبيل؟ نعم. ما ضيفناك شنقليطة ولا إشي. ولا إشي يا زلمة. هاي في قلبي. اسمع أول ما دخل حكي لي قال هاي فاضية. ما فكرت. اشرب اشرب من ماك ماكدونالدز. طيب. سخنة. خلاص. لا كويسة. السؤال الرابع بيقول أجمل إهانة. كل يبلعب لك. شكرا. ابلع ابلع يا اخوي ابلع. يلا اجمل اهانه بسمعها الاردني. سد بوزك لحساب علي ام انقلع قوم البس عازمك على شاورما. لا سد بوزك الحساب علي. سد بوزك الحساب علي. الحساب علي. هاي احلى اهانه. هاي احلى طوشة بتصير عند الكهل. قديش بتعملها؟ بدق عصد بدق عصدرك. انا اول ما يقول بضلني رايق. ما زغرت من جوا. ناديه كات كات كات. محمد انت مرتاح كتير قاعد زي كأنك بالبيت. مزبوطش لازم تظبط قعدتك لو سمحت. ايش اقول شو اعمل؟ طيب ايش اسوي؟ اتربى. يلا كملوا كملوا. يلا مبسوط على اللبس. يلا اوكي كمل. اتربى شو يعمل مسكين. طيب خلينا نشوف النسب. يلا يلا. ايوه سد بوزك الحساب علي. انا لا هم سد بوزك هم اللي جاوب الصح. ان ضربنا كف ثاني الحواجز اللي بيننا تلتلت. لا لا. طيب سد بوزك الحساب مش انت هم الحساب علي اللي بده يدفع الحساب علي. انقلع قوم عازمك على شاورما. قوم عازمك على كمان. هاي بتصير بس والله قديم. والله لا قوم عازمك على شاورما. اذا اجبت اجابه صحيحه. انا في مقلب من المقالب اسمع هذاك اليوم حضرته متتمتت. ايوه لما دخلت على ابوك وانت محجب. يا زلمه تخيل ابنك يدخل عليك ومحجب يقول له يابا انا لبسته عن قناعه والله يثبتني والله يهديك. حكيت له عقبالك عقبالك ولا تطلع يا ابو مفرع. يعني الزلمه ما عمره لا سمح الله ما اجى ضغط من وراك. لا لا ما بتعطوه مميعات شيء. لا اموره لا تمام. الحمد لله تمام. اموره كويسه الحمد لله. طيب السؤال الخامس يقول لعبتك هون. هاتي هون لعبتك. بقول لك يا محمد يا نبيل ماذا يفعل الشاب الأردني عندما يرى فتاة أجمل من حبيبته؟ يعني أنت خاطب. تفهمت. مش ضروري. مش ضروري أنا أسترسل. طيب أنت خاطب شفت واحدة قاعدين بكافيه شفت واحدة أحلى من خطيبتك. شو بتعمل؟ أو الشاب الأردني شو بيعمل؟ يغض البصر. مستحيل. نو واي. ام بيجرب حظه. بيجرب حظه. انت بتجرب لا والله. لا لا احكي والله. والله مستحيل. انت مخلص صديق المخلص. ما جربتش بس اكيد حكون مخلص. ابوك بقول لك بدنا نخطبك ونجوزك وكذا. السنه الجاي. السنه الجاي ان شاء الله. لساتك تتحمر؟ لا بطلت خلص. خلص تاب. هلا في عندنا الفوكس بوب صح ولا انا غلطانه؟ نادية الزعبي لما تركز ابراهيم انا مذيع شاطر. والله شطوره. يلا بنشوف راي الناس. عن الأخضر واليابس. أخضر ويابس. لا بتحن الأخضر واليابس للأسف وبتكون السحونة معرمة. لا بهمه يأكل الأخضر واليابس. الله أنا إذا عزمت على بوفيه مفتوح لا ما بتحنش الأخضر واليابس بالعكس بيكسبوا من وراي. تروح علي أنا. لا طبعا أوف الأخضر واليابس واللي موجود أي إشي. لا طبعا بطحن الاخضر واليابس كل إشي في الصحن. هو ياكل الاخضر واليابس وياكل الجرجير كمان. بطحن الاخضر واليابس. اعتقد قسمين بس القسم الاكبر باخذ اخضر واليابس. بيهتم بالبشيش. لا بطحن الاخضر واليابس طحن طحن كمان. لا طبعا بطحن الاخضر واليابس. طيب بيهتم بالبرستيج اتوقع. لا بطحن. بطحن الاخضر واليابس بيهتم بالبرستيج.
لا بهتم بالبرستيج. بطحن الأخضر واليابس. والله سؤال صعب، أتوقع أنه يطحن الأخضر واليابس. لا بطحن الأخضر واليابس. لا بطحن الأخضر واليابس. أوه بطحن الأخضر واليابس. والله باكل كل شيء، احتمال الصحون يروحها كمان. لا بطحن الأخضر واليابس. أنا بدي أختبر ذكائك العاطفي. هل تعتقد بأنه الزوج الأردني لما يكون قاعد هو وزوجته بمطعم مع ناس يفضل، ركز بالجواب، بدي تعليل، علل، ذكر علل. يفضل انه زوجته تقعد امامه ام الى جانبه وليش؟ هسه حسب الشخص. لا بالعموم هو بفضل تقعد قباله مرته ولا جنبه؟ والله انا بالنسبه لي جنبي. ليش؟ عشان لا تشوفها ولا تشوفك. لا عشان تقطع لي. بس اللي بقعد مرته قدامه باخذ راحت اكثر صح؟ بس اللي جنبك بتقطع. خلص. خلص بتزبط امورك. طيب خلينا يا محمد نبيل نشوف النسب. يلا. ماذا يفعل الشاب الاردني عندما يرى بنانا؟ بدون ما اشوف. بدون ما اشوف. 70 صح؟ يجرب حظه 70 و30 يغض، بعدين اسمع يغض البصر. هم في ناس في منهم بيغضوا اكيد صح؟ انت مش منهم بس في منهم. والله بغض انا. احلف. والله. معقول؟ الحمد لله. خلص تعتمد. انخليت باليد بسموها؟ انخليت باليد. يعني بتلاقي ناس في ناس. والله انك انت محترم. الله يجوزك يا محمد يا نبيل ويفتحها بوجهك، هيك وحده بتشبهني تكون. امين. يا رب العالمين. شوف ما عجبك. لا عجبني، كيف انا بقدر احكي؟ السؤال السادس يقول، هذا السؤال جد حساس جدا وفيه بعد انساني. حلو. يا ريت بدون ضحك ويكون في نوع من الالتزام. جد والله. اشتياق الاردني بعد ما يسافر 5 ايام. انا فكرت جد. بدي ادخل لك بالرؤى احسن. اشتياق الاردني بعد ما يسافر 5 ايام بتكون لتراب الوطن، لعروض كل 5 علب بدينار. لتراب الوطن. طيب اذا انت مسافر بعثوا لك مثلا ضلع سوداني برجع. هذا هو المواطن الاردني، قال لك برجع. طيب انا بقول لتراب الوطن، انا مصره الوطن. انه الجواب هو لتراب الوطن. وهلا شوفوا كيف النسب راح تكون. انا بصراحه بطلع من عمان بشتاق لعمان. صح ولا لا؟ والله العظيم. والله وانا زيك. اعطينا نشوف. هي عليك. نفسي اعرف وين عاملين الاحصائي. لا يا رجل، هي عاملينها بين مولات الاحصائي. هلا عاملينها بين مولات كارفور، عاملينها لعروض كل 5 علب دينار؟ هلا ممكن. في. لا يا رجل معقول؟ في. ما اعتقد. انا ولا تراب الوطن. انا ولا تراب الوطن صراحة يعني. نادية بس نوقف شوي. محمد هيك بدي اياك تكون انغش شوي. ايش ارقص؟ لا لا بس يعني شو يعمل يعني؟ حاسك هادي. طب انا هادي في المقابلات، السوشيال ميديا ايش هي؟ السوشيال ميديا ايش المقابلات؟ يعني شخصية شخصية. طيب حاول حاول هيك. ما بديش اكون ثقيل دم الصراحه. لا لا ما بدي تكون ثقيل دم، خليني براحتي هيك مرتاح. اتفاعل. والله اتفاعل اتفاعل والله لذيذ. انا حسيت اتفاعل اكثر مع نادي. يلا يلا هسه بنرقص. يلا يلا كملوا كيب رولينج. يلا يلا محمد ترى هلا هي على فكره في خاص بعدين بقول. لا اوكي طيب لا تزعجوا لنا الضيف. خلص مرتاح والله امورك كويسه. لا لا والله انك رائع. مش متوتر؟ لا ترد. مش متوتر صح؟ لا. طيب اسمع هالسؤال هاتي سهل وبسيط. إذا المواطن الأردني قدامه كبسة أو مقلوبة بيأكلها مع، بفضل لبن أم سلطة؟ أنا منه علي لبن. وأنا؟ أنا لبن. أنا ما بحبش البندورة. لبن وخيار. لبن وخيار. لها رشة نعنع ناشف. واستمرت لبن وتومي. سن ثومي. بقول لك سن ثومي وملحك. شوي فلفل أسمر. بس راحت. هات نشوف الأردني شو بيقول إذا قدامه كبسة أو مقلوبة بيأكلها مع لبن أم سلطة. هات نشوف يا أبا. 75 لبن. الله 75 شو؟ لبن. لبن يا معلم. لبن. 25 سلطة. 25 سلطة. إذن إحنا شو على الطريق الصحيح صح؟ 100% لهسه فاهم الطابق. لهسه أنت فاهم الطابق. أنت في سؤال واحد بس. لا هذاك للتوجيه أنت متخربطين. صح هذاك للتوجيه. مش مناقصة لأنه التوجيه الصفط وهدولاك المذهبات. أخذ صدر كنافة أي شيء بروح من بركة. عشان يضيفونا. عشان يضيفونا من. أنت ملاحظ. الله يطرح لك البركة. الله يرزقك. ملاحظ كل كرت عليه سبونسر. كيلك كلمتين عن سنيورا.
شو لما سيارتك والله هذه؟ لا والله مش جاييني أنا موظف. اسمع سنيورة عشرة عمر. بتحبوا سنيورة؟ بتاكلوا سنيورة بالبيت؟ طبعا. أبوك بيجيب لكم؟ سنيورة. بزيتون ولا سادة؟ فلفل. فلفل أسود. فلفل أسود. بتشهي هاي كثير كثير زاكية. سنيورة زاكية. سنيورة زاكية يا جماعة. طيب. بما إنه يعني نحكي عن الأكل وكذا ودخلنا موضوع الأكل. المواطن الأردني لما ينعزم على بوفيه مفتوح. هلا بكل أمانة وصدق تضرب برستيج قدام التلفزيون. رحتوا على عرس. كان قدامك بوفيه مفتوح. تمسك صحنك انت كمحمد نبيل قبل الشهرة اللي بعد الشهرة يمكن يصير عليك ضغوط والكل عيون. لا هسه بقول لك كم. قل لي. بياكل الاردني الاخضر واليابس ولا بهمه البرستيج؟ لا والله بياكل الاخضر واليابس. انت شو بتحط بصحنك؟ انا بعرفش احط شوكه بجيب الاشي اللي بتاكل بالايد. بالايد. لا شوكه بعرفش امسك السكينه. حبة كبة. خبز يعني مدورة. معجنات المدورة اللي عليها جبنة او بيتزا. وده في اشي بمعلقة اللي هي الفتوش. الفتوش بس باكلش غير هيك. طب وال شو اسمه الخروف اذا في خروف تاكلش خروف؟ لا باكل كيف باكلش. بس في دجاج اضل بدك تقطعه. تقطعه انساها. او بختصره. طب اذا في شرمس وما شرمس. باكلهم مش. ما بتاكلهم؟ لا. مأكولات بحرية؟ لا. يا بس رزق. باكل نوع واحد من السمك. ايش هو؟ دينيس. اوعى. والله كل البحر ما كلش الا الدنيس. كل البحر ما في الا الدنيس. شو بعني لك الدنيس؟ يا الله مسكه والله زاكي. والله زاكي. مقلي ولا مشوي؟ مقلي ومشوي. زاكي. شويه رز صياديه جنبه. هاي حلقه في رمضان. هاي حلقه في رمضان. هلا الحلقه بعد الفطور. بعد الفطور. اللهم اني صايم بعد الفطور. بعد الفطور عادي. نبيل. أحكي. محمد هات نشوف انت ابوك يعني اسمه نبيل؟ ابوي اسمه نبيل. احلف. قبل ما نشوف النسب نشوف راي الناس. يلا. لا بجرب حظه. الاغلب بتطلعوا بيروحوا. نظرة لك ونظرة عليك. لا ما بغض البصر. بغض البصر؟ لا. لا بجرب حظه. لا بجرب حظه. لا والله بجرب حظه مرات. بجرب حظه. بجرب حظه. لا بجرب حظه كمان مرة. لا بجرب حظه اكيد. بجرب حظه اكيد. نعم. لو بديش اظلم يعني في ناس بيحبوا عنجر فيمكن غض البصر. ممكن. يس ممكن يا. لا بجرب حظه طبعا. طبعا لازم يغض البصر. لازم. صراحة بالنسبة لي أنا لا والله لما أشوف بنات بغمض عيوني بلف وجهي للجهة الثانية هيك بتصرف يعني هاي طبيعتي. بجرب حظه. لا بغض. بغض البصر. لا بجرب حظه. لا بغض البصر. بقدرش. لا بغض البصر محترمين. لا إن شاء الله إنه يغض البصر. والله الشباب الصغار بضلهم يجربوا حظهم. الكبار خلص بزهقوا غضوا البصر. أكيد بغض البصر. لا بروح باخذ رقمها. لا بجرب حظه. طيب. انت قلت بياكل اخضر واليابس. بياكل اخضر واليابس صح؟ اكيد. طيب هاتوا نشوف النسب. مواطن الاردني لما ينعزم يا جماعه على بوفيه مفتوح بياكل اخضر واليابس ولا ما بلبسش 55% بهم مستحيل علينا يا مندلينا. والله بياكل اخضر واليابس والله العظيم ما بيخلي يعني اكلي وانحسبت عليك دكتور. وراح بحط الحلو مع المتبل هيك معين بسوي بفضح له كل ما اخذ معي معين. انا شكيت فيه اول ما دخلت هذا الولد ما إلوش على هيك بيعمل. والله هيك بيعمل. احلف. حط البقلاوي مثلا كله بنفس الصحن. طب خلي صحن هيك وبلاقيه صاف على الدور مرتين. هو يعني بلاقيه على دور اللحمه بعدها بتفقد على دور الحلويات. بعدين انا حاسته احذر من اي نوع اللي هو بياكل مثلا من المعلقه المحطوطه بالحمص وبرجعها خلص. صح. هو اطلع برا الاستوديو. استناني برا. استناني برا. طيب اذا هون ما عرفنا انه برستيج خلاص بدنا نمشيها. خلاص هم بيعملوا برستيج. هم بيعملوا برستيج. يا سيدي ماشي. بما انه عم نحكي عن السوشيال ميديا والانترنت وكذا في سؤال حير العلماء. انت قاعد في بيتك واذ تلقط انه الواي فاي تبع جارك مفتوح بتسرق وبتصير تصرف بهالحزم. حلو والله خباب داره قاعد. ايوه عباب داره قاعد. هل الاردني الجار الاردني لما يسرق واي فاي من جاره هل هذا الموضوع من باب النزاله ام حق الجار على الجار؟ لا هسه بشوفها حق الجار على الجار انه نت مفتوح اشبك عادي. لا بس ما هو اشبك انت بتاخذ حزم ولا الزلمه بتصير تحضر فيلم مثلا ولا تحضر مسلسل كله. انت قصدك على الفايبر. مو مفتوح. مفتوح صار. والله صح. يعني ولا عليك خليه يشبك. انه خليه يشبك عادي. ولا عليك يوصلك بين احنا جارنا اللي فوق طلب مني الباسورد اعطيته اياه. احلف صحي نفس الحزمه انا ما قلتلني. خلص مفتوح. هسه لو محدوده مستحيل اعطيه. لو بده انا قصدي لو محدوده. انا هيك سؤالي. لا لو محدوده انت لخبطني. انا سؤالي لو محدوده. لو محدوده بعطوهوش الصراحه. بعطوهوش. لو محدودة نذالة أكل وشرب وشيء. نتلق صح؟ استحيل. إذن هون بدنا نحط بين قوسين لو محدودة. لو محدودة نذالة. لو مفتوحة حق الجار عجار عجار صح؟ يشبك عادي. يشبك عادي. هات نشوف الأردنيين شو جاوبوا. يلا
هاي على المحدود. أبت النبالة وأنت فارق أهلها فعلا. بس هاي للمحدود. هاي للمحدود يعني أوه. إذا هو كان الزلمة مسكين محدودة عنده أوه. الحزم بزبطش أنت بزبطش ما هو بخلص بسرعة يشبك بسرعة. معي بروح ينزل لي لعبة يصير أحمل لك ما هيك قصدي آه يعني مش منطق كمان والمال السايب شو بعلم السرقة بس جس يا جماعة عم نصور ثانية بس ثواني كيف أستاذ حازم عم نصور يعطيكم العافية هلا الأمور تمام بس أنا يعني ما حسيتك أنغش على يا أنا بدي إياها الحلقة تطلع بطريقة حلوة. حلوة أنا يعني هلا حلوة بس آه. كنت تطلع أحلى أكثر شيء بقدر أعطيك والله طب بدك ممكن أنا حد راكز ممكن أعطيك الأسئلة ولا إشي تحب يعني تطلع تتدرب شوي ونرجع أنا هيك مرتاح إشي. أنت مرتاح مش مرتاح بعرف شو بدك يعني بسوي بس أنا هيك مبسوط ومرتاح إني أتناغش بحبش والله يعني شو الحل حازم يعني إيش أنت تعليقك شو الحل يعني ما نطلع فيها أول حلقة برمضان لا ما راح أطلع فيها أول أطلع حلقة. في اللي بدك إياه بس بدي أنا بدي عشان تطلع أنا محمد نبي علينا لا لا بتصير ثقال الدم وإذا آه أنا ما بصير تقيل دم يعني أنت عندك مليون وإشي الناس عم بتحضرك بدي إشي يطلع بطريقة صح هذا بطلع مليون بالمية الناس بحبوني هيك في المقابلات والله هلا أنت الناس تعودوا عليك مع الوالد آه بس أنا طالع تلفزيون الأردني طالع عمان تي في طالع رؤية بدي يطلع إشي صح وحلقة مرتبة فأرجوك إذا بدك ممكن نرجع نعيدها يوم نص الأسبوع ما في مشكلة مستحيل أعطي أكثر من هيك أنا صادق هيك معك والله اتناقش على الكاميرات يعني وناس كبار تحضرني وهيك انا بخجل انت حازم انه خلص هاي الحلقه نلغيها يعني ما بعرف انت مش حاسسها قويه كفايه مش كتير اه يعني ممكن ممكن نعيدها عندك لا. مشكله نعيد الاسبوع الجاي لا ليش بعطيش اكثر من هيك هذا اكثر شيء بعطيه في ناس تحضرك في رمضان فاهم كيف انت شوف ايش بصير معك حازم نمزح معك ولا انت بس تعمل معالم بابوك حبينا نمزح معك بالله عليك إلي شوي اسمع حسيت بدي يضرب اسمع إلي ساعة بستفز فيك عم نمزح معك إذا والله عليك نادية كم لي السؤال إيش عاش حس جزء من شعور أبوك اللي بتعمله فيه كم السؤال عاش محمد نبيلي يا جماعة زعفة طب من قلبي حلو الحلقة كيف حطيته توت هلا بنحطه أنا تضايقت إذا أنا تضايقت ونعرفت صراحة من حلقة بتجنن إن شاء الله يلا. وإنت بتجنن يلا. والله العظيم وزي ما قال على فكرة في شغلة كثير مهمة إحنا بتخيلونا يعني أنا مرات بحسبوني على السوشيال ميديا لما يشوفوني بتخيلوني إن أول ما يشوفوني ينهار عيب. لا عيب إنه يعني كمان واحد لا بده يكون له برستيجه بالمقابلات صح؟ وصلنا إلى السؤال الأخير يا محمد ودي صار أحمر بقول لك إذا أنا عرقت وأنا فاهم من المقلب قال أنا أكثر من هيك بعرف بقدرش أعطيه بس معك حق طيب السؤال العاشر يا محمد نبيل بيقول ما في جلد بماكل الخزان والله ما عارف ليش عنده كل هالملايين والله انه عسل وسكر والله عسل وسكر بس انا كل يوم بفوت كل يوم بتشيك على الفولو بتشيك على الفولو مين عمل له اد مين عمل له لايك طيب الخزانه اللي مسكر عليها بغرفه نوم اهلك شو فيها شو فيها شوكولاته ومخلوطه احنا لا ابوك ابوك ما بيجيب اكسترا مره جاب مخلوطه مش قد صدمت فيش ضيوف مرة أبو جاب مخلوطة بقول لي يا أبا ليه جبت مخلوطة فيش ضيوف صار يبزروا هداك ارتفع ضغطه أم أبوك قابض مواطن أردني خزانة مسكر عليه بغرفة النوم متربسة التربس تربسة التربس التربس شو بيكون بيها شوكولاتة ومخلوطة أم أبوك قابض هسا الأغلب شوكولاتة ومخلوطة أنا هيك بحس قابض بصرف على طول مسكين بصرف على طول مسكين هو بده يلحق يخبي وفي إشي يخبيه أصلا بالهاي شفتي في التانية وده بده يخبي راتب صار ينزل على البنك أيوه برافو عليك طيب هاتوا نشوف النسب الله عليك يا نبي شوكولاتة والله حلقة نار كنا بدنا نلغيها ولكن خلص عشان تعبنا وإجا قعدنا لا عليك تلغوهاش لا والله بالله عليك تلغوهاش مشان الله اسمع شو احلى مقلب عملته وابوك الناس حبوا وحسيت عليه تفاعل كثير الحصان شو الحصان هذا هلكوني بالحصان مقلب الحصان ما حضرتي لا هاتوا نحضر مع بعض يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبشو حصان يا زلمه؟ شو مالك ابوي؟ حصان يا زلمه بدك عم تضل حصان؟ شريته هسا طب وشريته شو تقعد يفوت على البيت يا زلمه؟ يا زلمه شريته بدل السياره، السيارات غاليات يابا
كيف اخوي؟ السيارات غالية، شريت احسن امسك السيف والله والله عليكم. منو السيف هذا مشكور؟ سيف امسك كيف قال؟ اوعى بتجرح بس انتبه، امسكه من الطرف. عارف انا احسن طريقة تخلص منك؟ احسن طريقة. زين شو مالك؟ اوديك على مستشفى المجانين المنتهى. على فيص على فيص. طب السيارة اكبر ارتاح منك يا ابو السيارات غالية، جبت احسن سيارة وصلت معي على الشغل فيه طلع. وشو اللبسة اللبسة؟ اخذتها مع الحصان اعطوا لي اياها. اذا مجنون انت، اذا مجنون انت يا ابن حلال. مجنون انت على جد يا زلمه. شو هذا اللي اوعى تطعمني سيف؟ والله ما عارف اللبسه روماني ولا من قريش ولا من بني قريظه، والله ما عارف يا زلمه. اذا الحصان بخاف يا ابو، لا لا حصان حصان تعال. شايف شايف زعل زعل، هاي زعل منك شايف. فوت فوت على الغرفه، دخل على الغرفه بس. انا غرفه انا غرفه يا زلمه، قمت اطلع لي برا على الجد. اذا مستنى استنى ولا بقول لك اطلع لي برا، محمد اطلع لي برا، اطلع لي برا، اطلع لي برا. طيب محمد اطلع لي برا، اطلع لي برا. يا زلمه طرف وجهي انت ولا مش ابنك؟ ايش؟ مش ابنك؟ لا مش ابني. مين انا؟ انت واحد غريب بعرفوش وجايب غلط على الدنيا، اطلع لي برا. طب اسمع بعد على الحساب. يا زلمه طابع هيني طالع، اعطيني الخوذه تاعتي بس. الخوذه؟ والسيف، بدي السيف. والسيف؟ يا زلمه اعطيني. بقول لك انت في حرب انت؟ حرب طرواده؟ اعطيني اياها يا زلمه، يا زلمه خليه عضك، حساب عضه. أري غرفة يا زلمة، ممنوع تيجي على الضابة مرة أنت ولا هو. يعني بهيك احنا بنكون سألنا الفخم محمد نبيل 10 أسئلة. كيف بس؟ محمد تتذكر أنا لما بعثت لك على إنستغرام؟ على فيديو لبنان. يا الله مو طبيعي مو طبيعي. أنا كيفت يوم. يعني ايش كيفت كيف يا حبيبي، والله انه رائع وفخم. واحنا الاردن دائما بنقول هذا البلد خزان بالمواهب، والشباب بس بدهم ايد تاخذهم من هون لافنيو مول او اي مول عادي. اي مول مش مول. طيب خلينا نشوف النتيجه النهائيه مع محمد نبيل، اذا كان فاهم الطابق او مش فاهم الطابق. شو متخيل شو متخيل تكون نسبتك؟ هات نشوف. لا فاهم وفل. هلا في تنتين، انا واحد اللي فلتها، واحد اللي فلتها. زين هو شو تمام؟ شو بالكم يا جماعه؟ شو 58؟ خلص 58 مشي، احنا هيك حسبنا. جاوب 10 تمام الاسئله جاوب مجاوب. يعني رياضيات منطق، نسبه وتناسب. بنقول لك شكرا كثير لك محمد نبيل، ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح. الله يسلمك. ونوجه تحيه كثير كبيره لوالدك، الله يحميك. وامي كمان ووالدتك بتجنن، الله يحميكم ويخلي لكم هالاولاد وهالست بنات ان شاء الله يا رب. جوزتوهم وفرحتوا فيهم. في ضايل ضايل موجود؟ طيب اللي ببيت اهله شو يا محمد نبيل؟ عم اهله والله عم اهله. انا ناديه الزعبي قد ايه هيك، اعطيني هيك كلمه لساعه بحكي عنك وفخم وبتجنن. انت عشان اقول لك شغله، ابوي كثير بحب يحضرك. ايه ابوي كثير بحب يحضرك، اقسم بالله. يا بيي بدي اصير اعمل انه يا مقالب. بوجه لك تحيه كثير كبيره يا سيدي. شكرا لك محمد نبيل. حفظ. كل عام وانت بالف خير. انت بالف خير يا رب. مشاهدينا الكرام ان شاء الله غدا يتجدد اللقاء. تشاو. هذا البرنامج برعايه لينك من بنك القاهرة عمان، المراعي جودة تستحق الثقة، شركة بيكر، سنيورا عشرة عمر، حلويات النجمة، نور المال، مجوهرات الزعبي، ترافكو هوليديز جوردن، متعة السفر تكتمل معنا، سجاد نشمي بيلبق لك، شوكولاتة توداي، شركة مدار لصناعة المنظفات، وبالاشتراك مع أوتانتيك هوم الماركة العالمية المتخصصة في أطقم الضيافة، منتجات دكتور موني كنز العناية بالبشرة والشعر، ماكدونالدز الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت النباتية سمنة البلقاء، دير مغلو عيادة الدكتور رمزي العمري ومنال حموري، تونا الصياد أعطي السمك لصياده، زيت زيتي نقطة وعصر جديد.